معنا عبر الهاتف الدكتور وليد داعبس رئيس حزب مصر الحديثة. أهلا بك يا دكتور وليد. وبيان الحزب هو بالتأكيد وبالطبع بيان مؤيد لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم 500 مليون دولار لإعادة إعمار قطاع غزة. أولا كيف رأيت هذه المبادرة التي يعني تتسق تماما مع الثوابت المصرية تجاه القضية الفلسطينية؟ مساء الخير يا استاذ شادي. أهلا بك. والله بص يا استاذ شادي، احنا كده النهارده يوم سعيد لمصر. احنا كده رجعنا تاني، مصر اخذت مكانها الطبيعي بقياده السيد الرئيس السيسي. ان احنا هو فعلا قلب العروبه، قلب الامه العربيه مصر. هي مصر كده حضرتك، طول عمرها واقفه جنب القضيه الفلسطينيه، طول عمرها موجوده. غبنا شويه، السيد الرئيس السيسي رجعنا تاني. رجعنا واقفين في مكاننا الطبيعي جنب القضيه الفلسطينيه. وده حاجة حضرتك موقف مشرف، موقف دائم لمصر، وده اللي احنا متوقعينه. وفي عز الأزمات اللي احنا فيها، دعم ودعم مادي ودعم شركات، حقيقة ده موقف متعودين عليه من السيادة الرئيس، متعودين عليه ان مصر بتعمل، لان مصر هي الأكبر في المنطقة، وهي يعني أقول إيه، قلب الأمة العربية. فده أمر طبيعي جدا، ولكن كان غياب الدور أو ان الدور المصري كان لسه مش موجود. دلوقتي رجعنا تاني في الدور في قوته، والحمد لله في مكان وتوقيت وجود سيادة الرئيس السيسي، احنا رجعنا تاني مصر تقدر تقول انها موجودة ومتواجدة وبقوة ومساندة الى القضية الفلسطينية. فاحنا داعمين لهذا البيان دعم كامل كامل، ونقول ان هو توقيته كمان توقيت، يعني عاوز اقول لك ان التوقيت حرج في العالم كله، شايف كورونا ولكن مصر موجودة واقفة مع هذا البيان، واحنا كحزب مصر الحديثة واقفين مع سيادة الرئيس ومع هذا البيان. الحقيقة كمان يا دكتور وليد، يعني وانت بتكلمنا احنا شايفين كل هذه الصور لمجموعة كبيرة جدا من الحافلات اللي بتتجه الى قطاع غزة، هي محملة بمواد غذائية ومواد بترولية ومساعدات طبية عاجلة لأهالينا في قطاع غزة. الحقيقة انه مش بس يعني المبادرة، ولكن مصر هي دائما ما تقف بجانب الشعب الفلسطيني في كل محنه وعلى كل الأشكال وفي كل الأوقات. ده مش جديد، ما انا بقوله لحضرتك، يعني احنا ما فيش جديد في هذا الكلام. والشعب المصري دايما حضرتك والحكومه المصريه واقفه جنب الشعب الفلسطيني بقوه، وما فيش جديد بالنسبه لنا حاجه. وحضرتك حكايه طول النهار، يعني طول الوقت احنا كمصر واخدين بالنا من فلسطين ومن الشعب الفلسطيني، دي حاجه مش جديده على المصريين. ويعني نتمنى ان حتى حضرتك ما بيبقاش بس في يعني بنزودهم بحاجات او كذا، لكن كمان من الناحيه الصحيه احنا بناخد بالنا من الناحيه الصحيه. واعتقد ان هو فتح المعابد في التوقيتات اللي بتبقى فيها مشاكل او فيها يعني ازمات صحيه، بتبقى المعبر مفتوح وبيبقى يعني اقول القوه الطبيه طبعا، يعني وكل الجرحى الفلسطينيين دخلوا بيعالجوا في المستشفيات المصريه الان يا دكتور وليد. بالظبط، فاحنا واحد في الاخر، يعني احنا واحد، احنا عرب كلنا، والشعب الفلسطيني ده احنا بنعتبره ان هو حته مننا، يعني ما فيش جديد بالنسبه لنا في هذا الكلام. ولكن احنا يعني دائما بنقدر جهود الدوله في ان هي بتؤكد هذا الكلام في كل موقف. كل ما يجي موقف الدوله موجوده بتؤكد هذا الكلام، عشان لو حد بيقدر من اي حته حضرتك يتكلم ويقول اصل مصر ما بتلعبش دورها، لا مصر بتلعب دورها. مصر بتلعب دورها ودور قوي، ولولا مصر دورها القوي حضرتك ما كانش النهارده حضرتك يعني اقول ايه؟ ان الفلسطينيين النهارده حضرتك متواجدين معانا من اول القضيه بتاعتهم لغايه النهارده، مصر بتلعب الدور. مصر هي اللي النهارده بتدفع الثمن بتاع كل شيء. لا، مصر حضرتك موجوده، مصر مسانده، مصر هي قلب الامه العربيه. صحيح. انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور وليد داعبس رئيس حزب مصر الحديثه على هذه المداخله.